وهاد المشاكل العائلية أنا فيها أنهي السبب؟ مشاكل العائلية أنا فيها أنهي السبب؟ فاش ولدتني ماما أول مرة بابا مرضاش بحكم الله، بابا مرضاش بحكم الله. السلام عليكم، أنا فاطمة الزهراء، 23 سنة، وساكنة في سيدي يحيى دابا حاليا. أنا قنيطرة هي ولكن ساكنة في سيدي يحيى. المهم وقعوا شي مشاكل عائلية وصافي، وجينا كنعيشو مع خوالي، وهاد المشاكل العائلية أنا فيها أنهي السبب؟ فاش ولدتني ماما أول مرة بابا مرضاش بحكم الله، صافي وبداو ماما في المشاكل، بداو في المشاكل وبقات معاه حتى زادت أختي عادية طبيعية، صافي هكاك وبقات معاه في المشاكل ديما كيعايرني بها، ديما كيعايرني بزاف الحوايج، كيقول لها ما عندنا ما نديرو بها، نعطيوها ولا رميها ولا، وماما ما كانتش كتقدر تسخها بها، مش تبغي صافي طلق وسمحت في كل شيء، في نفاقه في دار في كل شيء، وجات جيرتنا عند خوتها. المهم حنا مزيان معاهم، دابا انا 23 عام وانا كنعيش معاهم، ودرت لاكارت هنا، درت كل شيء هنا، والبلديه ديال سيدي يحيى الغرب عطاتني هذا المحل هذا، هما عطاوني غير الارضيه، والمحسنين هما اللي كملوه لي، الله يجازيهم بخير، كنشكرهم بزاف. المهم المحسنين كيعطيو الفلوس للمعلميه، والمعلميه المهم مخدموش ليا المحل مزيان، داروا ليا شي شويه ديال الغش، كيدخل ليا الماء، ها هو داخل لي الماء وكيقطر من الفوق، والقفص برد، الحيط راه فازد. المهم بزاف الحوايج، و انا هاد المحل ما واخا هو عندي محل، راه ما كناكلش منه، مازال ما خدام ما والو، غير مسدود، ما عنديش باش نعمرو، ما عنديش باش بزاف الحوايج. محلي خاصو انا ما كرهتش محلي يخدم عليا باش نمشي وبقى نكري انا وماما غير بيتو ونسكنو فيه باش نعيشو انا وياها هانيين في راسنا وصافي. وكنطلب من خوتي محسنين اللي كيشوف هذا الفيديو يساعد فاطمة الزهراء، انا محتاجه ليكم بزاف بزاف، محتاجه ليكم. وشنو سميتو اللي كنبغي نقول للمحسنين، تنوجه ليهم يكملوا الخير ديالهم، يزيدوا يكملوا الخير ديالهم. انا عايشه غير مع خوالي، ما عنديش فين غنمشي، ما عنديش اليدين باش نخدم، ماما باش تمشي تخدم ماكش كاينش اللي قابلني، كنبغي ندخل الطواليت خاص تكون حدايا ماما، كنبغي نجي خاص لي يجمع لي شعري، خاص لي يبدل ليا. اختي اللي كانت كتساعد ماما حتى هي مسكينه تجوجات، صافي بقات غير ماما، ماما خاصها تصبر لي، خاصها تقابلني، خاصها توكلني، ما وكلتنيش ماما ما ناكلش بزاف الحوايج. ومن خديت هذا المحل من خديته بزاف الناس ما بقاوش كيتهلاو فيا، صافي تصحابوني، صافي راه خديت المحل، راني خديت كل شيء. هذا المحل اللي بغيت نوصل لكم راه ما نافعني بوالو، ما نافعنيش، راه انا اللي كنمشي نجيب من عند الناس باش كنكملو، ما نافعني حتى بحاجه هذا المحل. كيلقاوني بزاف ديال الناس في الزنقه كيقولوا لي اعطاك الله بنتي، اعطاك الله بنتي، ما عطانيش، اش عطاني؟ مازال ما عندي حتى شي حاجه، باقا فاطمه الزهراء هي فاطمه الزهراء. تيقول لهم واحد، تيقول واحد، تيقول لهم راه ولات لاباس عليها، باش لاباس عليا؟ دوزو شوفوا الحال، ترى كيلقاو ديما مسدود، ما محلوش المحل ديالي، ما عنديش باش نعمرو، ومازال اصلا خاصو يتعاود في التصليح، مازال خاصو الوزنه من الفوق باش ما يبقاش يدخل لي الماء، مازال خاصني بزاف الحوايج. شنو كتعمل بيها؟